الإخوة والأخوات، السلام عليكم. هذا الفيديو هذا ديال الكيهون ديال الحزام الأزرق تمحنت معاه شي شوية مع هذا رمضان والصيام. الفيديو درتو البارح 3/8 رمضان، صورتو وجيت العشية بلاصة خاوية. ملي جيت لقيت الصوت ما تسجلش من الميكرو اللي كان علق، هذا، بل تسجل ديريكت من بورتابل، سو كيفي كان الصدى بزاف ديال الصدى ما كيتسمعش كاع الصوت ديالي. لهذا اضطريت حاولت دير جهدي كامل باش نقاد هذاك الصوت في هاد العدد ديال اللوجيسيال، ما كتبش شي. اضطريت عاوتاني اليوم نمشي العشية ونعاود الفيديو من هذا وجديد. قبل ما نمشي بالليل جربت هذا وجربت هذاك اللي تيلصق في البورتابل لور، بديت كنصور هنا وكنسجل الصوت ديالي في الدار. فقصت برجلي هذاك التريبي اللي واقف عليه البورتابل، هو يطيح البورتابل، جاب ربي ما تشتت شي، ولكن هادي تشتت طارت هذوك الغلاقات ديالهم. الحمد لله ما تقاش داك السيركوي. جربت خدم، إذا مشيت هاد العشية وسجلت، كان سجل مزيان خدام خدام، تساليت. ملي مشيت للبورتابل لقيتو واقف، قالك راه ما عندكش فين تسجل هادشي، راه الميموار عامرة. إوا طليت فين حبست، لقيت تقريبا النص كله مشى. عاوتاني عاودت هداك النص التاني، عاوتاني سجلتو من 2:30 حتى للربعة ديال العشية، علما أن 4:30 كنبداو الحصة ديال التدريب اللي غنمشي ليها حتى هي. إوا جيت مشيت للحصة، درنا تيكي شوضان مع الأستاذ نص ديال الحصة، شتو كيفاش الركيبة تقاداو مع الفيديو مع تيكي شوضان. ملي جيت نقلب الفيديو لقيت الفيديو الثاني، لقيت واحد العدد ديال الاشياء عاوتاني ما درتهاش ودرتها في الفيديو الاول. فكيفاش غادي ندير؟ صدق دابا كنقطع من هذاك الفيديو الاول اللي فيه الصدى وكنلاقي مع هذا اللي درت اليوم، ولهذا غادي تلقاو ملي كاينه واحد شويه ديال الصدى في بعض المقاطع، ودوك المقاطع صعب عليا باش نقدم في المونتاج كما ينبغي، ولهذا استسمحكم وكنطلب منكم المعذره إذا كانوا بعض المقاطع غير واضحة في الصوت. إذن نشوفوا الفيديو. الإخوة والأخوات السلام عليكم، اليوم غادي نشوفوا في هذا الفيديو الكيهون ديال الحزام الأزرق. في الفيديو السابق كنا شفنا الكيهون في الحزام الأخضر، كنا شفنا يمكن لنا في هذاك الحزام نديرو مزج ثلاثة تقنيات باليد فقط. هنا في الحزام الأزرق يمكن لنا نمزجو ما بين جوج تقنيات بالرجل وحدة باليد، أو جوج باليد وحدة بالرجل. كذلك شلنا في الخضراء مزجو تحركين اثنين ما بين من زانكوتسو داشي كوكوتسو داشي كيبا داشي، الامر ما كيتغيرش. يمكننا ناخذ جوج من هاد الوضعيات ونستعملهم في نفس الخطوه. الحزام الاخضر كنا شلنا التراجع الى الخلف بتقنيتين اثنتين فقط، اما الان يمكن لنا التراجع بثلاثه تقنيات ولكن دائما باليد فقط، سواء في الزرقاء او في الخضراء. هاد الصيغه ديال هاد الحزام الكيهون ديال الحزام الازرق هي مستوحاه من اعمال الاستاذ روبين سيرنودا الاسباني. هي شويه كتبان قاصحه لان عندهم هما واحد المستوى شويه عالي ديال الكاراتيه التقليدي. الى الاخوه الاساتذه او طلبه جامعة شي صعيب يقدروا يغيروا
في المستويات مثلا هذاك الشيء اللي درت في الحزام الابيض يمكن له يدار في الاصفر، ديال الاصفر يدار في الاخضر، ديال الاخضر يدار في الازرق، وديال الازرق هذا ديال اليوم يدار في الحزام البني. حنا كنمشيو من واحد القاعده، انه واحد القاعده كتقول بالفرنسيه كي بو لو بلوس بو لو موان، يعني من يستطيع القيام بالكثير يستطيع القيام بالقليل. اذا اللي كيستطيع يدير القليل محال واش يستطع يدير الكثير. عليها شويه الكيهون خصو يكون شويه قاصح شويه صعيب باش الدري باش التلميذ يدير مجهود اكثر ويكتسب خبرات اكثر تعقيدا ونجاعه. كنلاحظوا في الحزام امتحانات الحزام البني راه رجعت دابا من اختصاص لجنه خاصه في العصبه. من يدري ربما في المستقبل كاع امتحانات ديال الاحزمه يقدروا يكونوا اما في العصاب او في لجان خاصه في الاقليم اللي كيتجمعوا فيها الاساتذه وكيختاروا واحد العدد ديال الناس اللي غادي يديروا اللجنه اللي غادي تبدا تنقل النوادي باش تدوز الامتحانات. هذا ممكن في المستقبل بما انه بدات مع الحزام البني. ولكن شنو كنقصد من هذا الشيء؟ كنقصد ان الاستاذ ما غيبقاش هو اللي متبع المسار ديال التلميذ ديالو، يعني امتحان كيدوزو بشي اخرى ما يقدرش يحكم، هو غيكون عضو في لجنه اخرى من غير التلاميذ ديالو. المهم كنلاحظ كذلك انه كيتنقلوا بعض التلاميذ من نادي لنادي، كنلاحظ ضعف ديال المستوى. كنشوف مثلا تلميذ عنده الزرقاء جاي لواحد النادي اللي كنشوفو كيخدم ما عندوش المستوى ديال الزرقاء، والعكس وبالعكس كاين اللي عنده واحد المستويات عاليه جدا. شفت واحد الفتاة حزام البني الله يعمرها دار واحد المستوى عالي جدا التحقت بنادي اخر، هذا غير كمثال، والامثله العكسيه شتا كذلك. ولهذا الاستاذ داك شويه ديال المجامله وكذا وكذا الاحزمه كتعطى غير هكاك، ربما هذا الجانب هذا ما غيبقاش الى امتحانات وسندت الى لجانين محليه عوض الاستاذ محليا. اذا باش ما نطولش عليكم، هاد لي كيهون هادو راهم قاصحين ولكن خاصهم يداروا، ماشي الاستاذ يبقى عايش ويعيش التلاميذ ديالو في سهوله، دائما سهوله. اذا اعيد كي بو لو بلوس بو لو موان، من يستطيع الكثير القيام بالكثير يستطيع القيام بما هو اقل منه، والعكس غير صحيح. اذا التمرين ديال هذا الكيهون هذا غيتقسم على اربعه ديال الاجزاء، الجزء الاول ذهابا وايابا، الجزء الثاني غيكون فيه تقنيات بعين المكان، يعني كخص هنا يدخلوا دوك التقنيات اللي كيداروا بعين المكان، ثم واحد التمرين خاص فيه الدوران على الظهر، واخيرا تمرين خاص بكيباداشي ويوكوغيري كيكومي بالتصليب وبطريقه اخرى غادي تشوفوهم. اذا هادو هما المحاور، اولا تنبداو مزجو ثلاث تقنيات
باليد أو إحداهما بالرجل عند التقدم إلى الأمام. هنا سامبونزوكي ثلاثة ديال التقنيات باليد. غنديرو دابا ثلاثة تقنيات أخرين حتى هما باليد مختلفين. غنرجعو أغيوكي إراكنوشي جاكوتزوكي. لا عفوا أغيوكي أوراكنوشي جاكوتزوكي. دونك رجعنا بثلاثة ديال التقنيات باليد دقة واحدة. هاد الخطرة بأربعة ديال التقنيات. كنزيدو صوتو يكي كيف هذا الشيء أمبي وشي أوراكن وشي زاكوتسو ياكوتسوكي صوتويكي كيف هذا الشيء يوكو أمبي أوراكن وشي زاكوتسو عفوا زاكوتسو ياكوتسوكي. إذن درنا أربعة ديال التقنيات وكتلاحظوا كلهم باليدين غير بدلنا. شنو بدلنا؟ بدلنا كنا زانكوتسو ولينا كيباداشي وما بعد ولينا زانكوتسو. إذن في هذا الحزام كنمزجوا ما بين الوضعيات. من بعد نكمل التمرين كندخلو تقنية بالرجل في وسط تقنيات باليد. شوطويكي جيزامي مايجيري نيكيتي شو كنلاحظو هنايا؟ جوج تقنيات باليد وحدة بالرجل وجوج وضعيات. شوطويكي مكوكوتسو جيزامي مايجيري نيكيتي زانكوتسو داشي. الى اخره ثلاثه نقطه ثلاثه ديال الخطوات والكياي. طريقه اخرى القد المزجو عاوتاني ما بين جوج تقنيات باليد واخرى بالرجل. مايغيري او جيزامي زوكي كاكو زوكي بام 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 مايغيري جيزامي زوكي كاكو زوكي. هذه عاود طريقه. المهم دير جوج تقنيات باليد ووحدة بالرجل. في الأول درنا ثلاثة تقنيات باليد. شنو بقى لينا؟ إذن ندوزو للجزء الثاني ديال التمرين وهي الدوران على الظهر. يعني في هذا المستوى ديال الزرقاء
ما نكتشف ما نكتفيوش غير بداك الذهاب والإياب والتراجع، وإنما نديرو تاني الدوران على الأرض استعدادا للكاتات العليا. هنا كنزيد جاكوتزوكي ونتراجع قيدان براي جاكوتزوكي. هاد اليد هادي اللي دارت جاكوتزوكي كدور كدير اوراكن اوشي اوتزوكي دوران على الارض. عاودها ايا ايا لا باش التلميذ يتعلم كيفاش يدور على الجسد ديالو. هنا لاحظتوا باللي التقنيات كلها باليد. هنا القاعده العامه كتقول لنا تقدر دير حركات باليد او باليد والرجل في هذا المستوى هذا. اذا في عوض هذا اراكن اوشيرو هذا اوشيرو اراكن اوشي غادي نديرو بلاصتها اوشيرو غيري بالرجل. أيّا شويه الرجل ما كتعلاش شويه مقصح شويه، ولكن معليش الفكره كيظهر لي الفكره راه وصلت. ايوا ما دير وراك نمشي باليد كدير اوشيري وكيري بالرجل باش كتسمى درتي تقنيات باليد وبالرجل. مزيان دابا ادخال تقنيات بعين المكان. الجزء الثالث هاد التمارين هي غادي تدخل التمرين ديال الكيهون بعين المكان. كتبدا بالاسهل تقنيات باليد منفرده او مزدوجه، ثم تقنيات بالرجل منفرده او مزدوجه، عاد كتخلط ما بين ديال اليد وديال الرجل. وديال الرجل فيها اللي كنحطها القدام ونخدم، وفيها اللي كان نرجعها اللور ونخدم. الاختلاف انه خصني نرجع الى حطيتها القدام خصني نرجع للمكان اللي كنت فيه باش كنحافظ على المسافه. تقنيات باليد منفرده مثلا اوتزوكي ورجعها اللور كديرها ثلاثه المرات. أي ثالثة بالكياي كترجع الجهة الأخرى، خدمت على اليسار خدم على اليمين. أي ثالثة بالكياي ورجع لبلاصتي. هذه الطريقة اللي غادي ديرها دائما في هاد الكيهون بعين المكان. ثلاثة على اليسار كياي، ثلاثة على اليمين كياي. اذا ما كيلاش نبقى نعاودها دائما في هاد الدبانيت باش ما نضيعوش الوقت. هنا تقنيات مزدوجة مثلا اوتزوكي ياكوتزوكي ارجع، اوتزوكي ياكوتزوكي ارجع. إذا قلنا ثلاثة كياي ثلاثة كياي مزدوجة. تقنيات بالرجل
منفردة تاع المعقيري ورجعها ورجعها ثلاثة هنا كياي ثلاثة هنا كياي أو ندير ليها نحطها لقدام وعاد نرجعها نحطها لقدام وعاد نرجعها ثلاثة هنا ثلاثة هنا كياي كياي من بعد يمكن لك تمزج الور الكاميرا كانت حبست غادي نرجع البيونسي بلاس بالنسبة للتقنيات المزدوجة قدو المزجو ما بين اليد والرجل مثلا مايغيري مايتي تزوكي كاكو تزوكي جزامي تزوكي كاكو تزوكي ورجع بام 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 ورجع ثلاثة المرات كياي وثلاثة المرات على الجهة الأخرى بالكياي يعني لي كومبينيزون المزج ما بين تقنيات كثير جدا ولكن من الأحسن ما تقويش على التلميذ هاد المستوى هذا حتى يستانس بعدا بهاد الكيهون بعين المكان التقنيه ديال الرجل تقدر تحطها لقدام وتخدم وعاد ترجعها للور او ضرب ترجعها لبلاصتها وتخدم الى اخره المهم شحال ما مشيتي لقدام مشيتي حتى جوج خطوات رجع جوج خطوات باش ترجع فين كنتي هذه النقطة أساسية ثلاثة على اليسار كياي ثلاثة على اليمين كياي بجدية وبقوة إلى آخره ثم كندوزو للنوع ديال التمرين الآخر اللي هو مزيج ما بين بعين المكان وذهبا وإيابا وكالتالي كمثال تقدر تغير التقنيات كدير مايغيري او تحتها اللور يوكوغيري او تحتها اللور هذه في عين المكان دابا غنزيد ماواشيغيري او تحتها القدام مايغيري تحتها اللور يوكوغيري تحتها اللور ماواشيغيري تحتها القدام وانت غادي ها دو ايه طروا انت غادي ان دو ايه طروا هذا كتلاحظوا بانه مزيج ما بين الكيهون بعين المكان والكيهون ذهبا وايابا الى يمكن لك تغير فيه بالتقنيات اللي بغيتي المهم تفنن فيه ودير فيه حاجات مفيدة للتلاميذ ديالك وفي الأخير كاين قبل من هذا الأخير دابا هذا الكيون هذا اللي كنديروه الأزرق ما ماشي غادي في القاعة غادي نقري غير ندرسو غير صحاب الأزرق ما يمكنش صحاب الأزرق هما اللي غنراقب مزيان اللي تحت الأزرق ما مطلوبش منهم غير استانسوا به ما فوق الازرق غنلاحظ واش كيتقنوه مزيان احسن من مال الازرق ثم يتقنوه احسن من مال الازرق ولكن مال الازرق يعني اللي عندهم السمطه الزرقاء هما اللي غادي نصح عليهم الاخطاء ملي ندير كيهون ديال مثلا الوردي غنخدم مع التلاميذ ديال الوردي هما اللي غنصح عليهم اللي قل منهم ما نتذكرش معاهم يعني نعطيهم بعض النصائح بلا ما نقجر عليهم كما تيقولوا مستوى عالي هذاك خصنا نحضيه واش يتقن ولا ما تيتقنش هاد النصائح غادي تلقاوها في الفيديو في هاد القناة فيديو بعنوان الدرس النموذجي الدرس النموذجي فيه كاع النصائح ديال كيهون كاتا كوميتي كيفاش دير الدرس ديالك في القاعة اذا التمرين الاخير هنا كندير موروتي كيدان باراي كيف هذا الشيء
هكا كان كروازي يوكو كيري كياكي، ولكن هنا ما تنكروازيش كما في الاخضر، كنزيد كيكومي. هنا كان كروازي كياكي، كروازي كياكي، ومن بعد كنزيد كيكومي. عاود الجهه الاخرى كروازي كيما داشي كياكي، ما تكروازيش زيد كيكومي، كروازي كياكي، ما تكروازيش زيد كيكومي. هكذا التمرين فيه واحد النوع ديال الصعوبات اللي كيخدم التوازن ديال كيباداشي، وكتميز ما بين يوكوغيري كياكي يوكيغوري يوكوغيري كيكومي. كياكي غير كت الجهه اللي كتضرب، اما كيكومي ف تيبوس تيبوس. وكانت عندي واحد 40 سنة أقل كنت نطير في هادشي، ولكن الله غالب. المهم أنا تنعطيكم الفكرة، وأنت طبق الفكرة على أحسن وجه. هنا في الحساب الأزرق يمكن لنا ندخلوا التحرك ديال يوري أشي إلى الأمام وإيكي أشي إلى الخلف. نتذكر يوري أشي الخطوة الانزلاقية، يعني نفس المسافة تبقى هي هذه ما بين الرجلين القدمين. إيكياجي هي ترجع إلى الوراء، نفس المسافة كتبقى ما بين الرجلين. إيكياجي هذه يوري إيكياجي، يعني يوري أشي إلى الخلف، يوري إيكياجي. أما يوري أشي فلا كتبها قدام، يوري إيكياجي كتزيد بها إلى الخلف. إذا عليك تدخلوها في الحزام الأزرق، ومن بعد غادي ندخلو تحرك أخرى ديال كتزوكي أشي و أوكي أشي. ألا حتى هادو يمكن تدخلهم دابا إلى بغيتي هذا المستوى هذا باش الدراري يستافدو، ما احتاجو على واحد المستوى ما ذكرهمش أنايا. إذا ما بقى لي إلا نودعكم هاد الساعة، ونتمنى هادشي يكون عجبكم، والسلام عليكم.